تجسيدا للشراكة بين بلادنا والاتحاد الأوروبي، يتدخل مشروع سافير لدعم النشاطات المدرة للدخل وترقية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقية تحقيق أهداف التنمية المستديمة والاندماج الاقتصادي في العديد من ولايات الجنوب وشرق الموريتاني. سافير سافدير سيكوريتي أليمانتير. إن مشروع سافير يهتم بالأمن الغذائي والدمج والتكوين، ويعطي اهتماما خاصا للنساء والشباب من خلال تمويل المشاريع ودعم القدرات في مختلف مجالات التنمية. وتقوم لجنة الإشراف حاليا بزيارة معاينة للمشاريع المنفذة من قبل المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، ويتدخل في ولاية غورغول منذ 2019 من أجل الوقوف على مدى استفادة المواطنين من هذه التمويلات وأثرها على تحسين ظروف السكان، دعما لجهود الدولة في مجال مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل. ويعمل المشروع على دعم الصناعات والمشاريع الجماعية كالتعاونيات النسوية التجارية منها والزراعية عن طريق منظمات وهيئات المجتمع المدني. هذا المشروع اللي قال له مشروع سفير دعمنا جزاه الله خير، دعمنا بالفضة حتى واستفدنا منه وتكوننا وتعلمنا، دعم المنميات ودعمنا نحن اللي توقفت دراستنا لظروف نتيجة ظروف صحية، ودعم اللي ما قد تقرأ وجزاهم الله خير دعمونا حتى واستفدنا منه. نحن عليات كنا محتاجين للعمل، وكنا محتاجين ياسر مش يشتغلوا فيه، الحمد لله كونونا وعدونا ياسر مشي ما كنا قاعدنا ينعود فيه. ويتابع المشروع من قبل لجان تضم العديد من القطاعات الحكومية بهدف متابعة أنشطة المشروع وتقييم تدخلاته. جينا اليوم من أمس واليوم خلال تقويم هذا المشروع كلجنة إشراف من أجل نشوفه ونطلعوا عن قرب على الإنجازات اللي قام بها المشروع على مستوى بوغي وعلى مستوى ولاية غورغول كيهيدي بصفة خاصة. خلال الأنشطة زرنا بعض إنجازات المشروع مثل التعاونيات اللي استفاد منه، أساساً اللي استفاد منه التعاونيات، وتكوين الشباب الحقيقة المتسربين من المدارس، فهم تكوين مهم يقوم بهذا المشروع ويكونهم على عدة أنشطة. ولا شك عند المشروع قام بعمل جبار به اللي شفنا تبارك الله استفاد منه، وخاصة الشباب اللي عاطل عن العمل كونهم ياسر، وطالبين من سفير وطالبين من الاتحاد الأوروبي اللي هو الممول الأساسي لذا السفير عنه في الحقيقة هو فات له 3 سنوات وما زالت له سنة ويوفى المشروع، طالبين من الاتحاد الأوروبي ومن وراهم الدولة عند المشروع يختاروا يواصل به اللي الحقيقة افتح لهم ياسر من الآفاق. ويتدخل مشروع سفير الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في العديد من البلدان في شمال إفريقيا والشرق الأوسط. شوقي محمد فال، الموريتانية، مدينة كيهيدي.